الحمد لله الحمد لله بفضل ونعم من عند ربنا. الحمد لله الحمد لله على كل شيء. خلصوا خلصوا حبيبه امه. تيجي ما شاء الله شفت حاجه ازاي بنتك دي؟ اه. طب وانت تشتغلي كده وهي معاكي كده على طول؟ اكل العيش بقى. الله يعينك. الله يخليك يا رب. تعرف بقى باقي الحياه. طيب مثلا خلصوا 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 باباها او حضانه او دادة او حاجه زي كده؟ والله يعني دي مشاكل كبيره قوي بقى على اللي احنا فيه. ولا احكي لك؟ لا احكي لك. استاذنك بس تمسكها مني شويه. ايوه بسم الله ان شاء الله. ايوه طبطب عليها كده بقى. كرها كرها كرها. ايوه كرك لها كده. هجيب معاك اولاني على طول. ايوه حضرتك مرضعه ولا ايه؟ اه من شويه. شوف كده لو محتاجه تغير لها بامبرز تغير لها ولا حاجه. تغير لها بامبرز؟ ايه المشكله يعني؟ فين المشكله؟ ايه دي بطلة نكسر؟ ايه الكلام اللي حضرتك بتقولي ده؟ كلام ايه؟ كلام عيب ولا ايه؟ هغير لها ازاي؟ طب ما هو يعني مش هعرف هنا في ال اه. يا دي النيله. الو ايه شوشو؟ ايه يا عتوفي؟ انت فين يا قلبي؟ انا في نفس الشارع اللي قلت لك انا لسه فيه ما خرجتش منه. طيب كويس انا هقابلك دلوقتي حالا. اوكي ماشي باي باي. انا عايز اسال سؤال. ايوه. البنت ما بتضحكش ليه؟ وحضرتك رجلك دمها تقيل ولا حاجه؟ ما تضحكها شويه. اضحكها حاضر. شايف حلوه ازاي؟ الله اكبر عليها جميله. بسم الله ما شاء الله. واقفه حالي ليه بس؟ بسم الله ما شاء الله. يعني مش عارفه اتجوز بسببها والله. مش عارفه. انا معاك ان الضنا غالي. ايوه بس ما يعني انت ممكن دي السلوانة توفي عالي. شهد الله بحبه قوي بموت فيه. بص موتني كده في توفي. موتني كده. ضحك البيت. ماشي بس توفي ده ولا توفي الاحلى ده يعني؟ لا معلش برضه انت اللهوي. اسكت بقى اسكت. اسكت. شيماء شيماء يا حلوة. طول الليل عمال اغني الاغنيه دي يا قلبي. يا لهوي. اخبارك ايه؟ اخباري واهرامي وجمهوريتي ووفدي والله. هو القلش ده اللي بيموتني فيك. لا ما حد بيضحك على القلش الا انت يا توفي. ربنا يخليك حياتي. انت اخبارك ايه؟ طول ما انت حلو انا حلو. طول ما انت ناجش انا ناجش. طول ما انت مبسوط انا مبسوط. الله والنبي يا بشعر بشعر. طب ماما هو كله حلو ليه نقعد بقى المدة دي كلها؟ ثلاث سنين كتير قوي. ما انت اللي مش عايز تخلص يا عاطف. ما عليكش الا الخشب ومش عارف تلمه يا عاطف. طب ما انا جبت النيش. خليني ساكتة. نيش ايه اللي هنقعد فيها؟ هنبات في النيش. تعالي اقراها في الاولاني ولا الوسطاني؟ طب هو كده هيبقى فاضي ليه طيب؟ ده النيش ده اهم حاجة. لا في حاجات اهم بكتير. لا اله الا الله. عم تحاول. ده انا جبت الدبلة والمحبس بالعافية. انا نسيتهم ضاعوا مني. هتجيب لي غيرهم يا توفي؟ لا يعني دبلة ومحبس ده كده اجيب لك ايه؟ كوع. ده كده كتير قوي يا شوشو والله. يا لهوي يا قلوش حياتي. قلشك حلو قوي يا توفي. ماشي شوش. طب ما انت كده بتتعبيني والله. هو اجيب لكم مأذون ولا حاجه ولا ظروفك ايه؟ يا ريت والله بس لسه الخشب ما خلصش. هو مين حضرتك ده؟ لسه ادعي لنا. ده الخشب بياخد وقت. خطيبي. يعني خطيبك انا طالب عشان يركب معايا خطيبك. ايه المشكلة؟ ايه مشكلة؟ معلش ما انت هعمل لك ايه يعني؟ بس يا عم انت بلا معلش ثواني بس يا توفي بعد اذنك. انا هعمل لك ايه دلوقتي؟ اللي تعملي لي ايه؟ ايه اللي تعملي لي ايه؟ انا هعمل لك ايه؟ ايه وعمالة منيش ومنيش وايه في ايه؟ انا قاعدة مستحملاك انت وبنتك. امسكي كده بنتك. يا عم يا عم بنت مين؟ ده شيماء اشرف مش شارة. يا عم ربنا اللي بياخد. يا عم اوعى كده يا عم. امسك يا عم. يا عم بنت مين؟ ده شيماء اشرف مش شارة. انا شاكك اصلا فيكي. دي مش بنتك خالص. يا عم انت ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الكلام؟ يا عم انت بنتك ما تفتحش بقك بكلمة. لا انت ده في ناس بتتمنى العيال الصغار. شيماء اشرف مش شرف. ست انت حسبي الله ونعم الوكيل. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ امسكي كده امسكي كده. انت ترميني ضربتي. اقفي يا ست انت. احمد بقول لك اقفي. يا عم خد لحمك. يا عم يا عم بلا خد لحمك. يا عم حرام عليك. انت بتستعبط. يلا ايه واحده ما نعرفهاش. انت حرام عليك يا اخي. يا استاذه يا استاذه يا استاذه انت مش شايفاه شبهه ولا مش شبهه؟ يا خرابي ايه ده؟ ما شاء الله. دي شبه مين انت؟ هتستعبط انت؟ راخي روحي اتكل على الله. روح يا عم انت. يا عم انت حرام عليك. يا عم انت يا سيدي حرام عليك. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ صبع نهار ازرق يا ولاد المجنونه.
واحد الله. بصين قول كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. هنزيع هنزيع بس خلاص. لازم لا عليكم السلام. صباح الخير. صباح الخير. بسم الله. انت كابتن شيماء؟ انا شيمو. اهلا بك يا شيمو. وانت؟ انا منى. وانت؟ ياسمين. منى وياسمين حلوين اسمين. ايه اخبارك؟ انا حلوه يا ربي دايما. بنوتك حل بنوتك القمر دي؟ بسم الله ما شاء الله. ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليك يا رب. ايه ده بس حرام عليكي، ليه نازله بيها كده؟ اكل العيش يا قطه. ايه ده مفيش حد يقعد بيها؟ لا باباها مامتك. ما انا عملت حسابي اني هشوفك بقى النهارده يا منى فقلت انت هتقعدي بيها. ايه ده بجد؟ تحسي بس على مال. سمي سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. جميله ما شاء الله. بس ايه ده مش شبهك خالص بجد؟ لا خالص. انا برضو بقول اكيد شبه باباها. اكيد طبعا من غير نقاش. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليكي حبيبتي. ايه ما تقلقيش عليها حبيبتي. تسلمي لي. طب طبي بس عليها كده. كوكو اهو كركلها كده. اسمها ايه؟ اسمها جوجو. جوجو ان شاء الله. كركلها كده بس وكرعيها. ايه كركلها دي؟ هتجيب معاكي اولاني على طول. ما خلاص بقى واخده عشان العربيه وكده. ما تضايقيش. قلبي يا قلبي. قلب الحب. اخبارك يا شوشو؟ طول ما توفي مش موجود شيمو مش مبسوط. ايه توفي؟ طب انت فين طيب؟ انا في نفس الشارع اللي قلت لك عليه يا حبيبي. طيب يا حبيبتي خلاص انا قدامك وقابليني. طيب مش دي دقيقة وصلنا. ابي ايه؟ اوكي يا في ايه؟ هو ايه يا كابتن؟ هو احنا مش راكبين ميكروباص مش ده برضو يعني راكباه مخصوص؟ ده في طريقنا يا استاذة في طريقنا. لا معلش مش هينفع. ما تضحكيها كده. وحياتك رجلك دمها تقيل ولا حاجه بنت؟ ما تضحكش. دمي تقيل؟ رجليكي مش انت يعني. خلي عندك ذوق لو سمحتي في الكلام. ذوق في الكلام؟ لا ده انا اعلم الناس ذوق في الكلام. لا لا خلي بالك. ايوه هو الاستاذ اللي جاي يركب ده هيركب ليه معانا؟ اصل هو انا عارفه ان ده انا غالي كل حاجه بس لولا توفي عالي. لا لا ثواني 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 ثواني. لا ليه وفي ايه؟ في ايه شوشو؟ ايه ده في ايه؟ استني يا توفي اخبارك ايه؟ شكلها ايه؟ انا حاجه اخباري واهرامي وجمهوريتي يعني يا مدام عندك. يا ده هو على قلشك؟ هو قلشك ده اللي بيجنني. هو في ايه؟ خلي غيرك بس قشطه. يا مدام. نعم انا مدام انسه. يا ماما انسه. مين يا ماما؟ في ايه؟ انسه ايه حضرتك؟ امال دي مين؟ بنتك. انا مالي بنتي؟ انت مجنونه؟ مجنونه لما يلخبطك ما تحترمي نفسك يا استاذ. لا 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 انت بجد انت يعني انسانه مش محترمه. انت بترمي عيالي كل ايه؟ في ايه؟ ارمي عيالي؟ ايه ده ايه ده؟ انت مين؟ انت مين اصلا؟ مش هتركب معانا حضرتك؟ ارمي بقى خطيبها دي شيماء دي انسه لسه خطيبها؟ ايوه خطيبها. بس انت كده دلوقتي ايه؟ لا 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 بنتي دي عليا اللي هو فرق بعتهم شيمو عند توفي لا فور ايفر. لا فور ايفر ايه المحن الزياده ده بتاعي ده؟ لا 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 محن ايه بس يا انسه دي لسه انسه. انت فرج اللي بعتك؟ فرج مين يا ماما؟ شوفي بنتك خديها يا حبيبتي من عبيطه. لا 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 فرج اللي بعت قول ان شيمو مش هتسيب توفي ابدا. شيمو توفي ايه الشغلانه؟ وهيفضل ربنا طول العمر فور ايفر يا رو فور ايفر. ايه يا ابو زلحه انت وايه اللي شوشو و ايه ده؟ رحتي حل ايه ده ايه ده ايه ده؟ اتلم اتلموا مع بعض. سبحان الله. بقول لك ايه؟ كم الا موافقه. خدي بنتك. خدي بنتك يا ماما. في ايه؟ حد يرمي ضنار. حد يرمي ضنار. شعري. خدي بنتك. يا لهوي على ايه ده ايه ده؟ خدي شعري. ايه ده ايه ده؟ خدي بنتك. خدي بنتك. ابوكي بيعمل تانية. ايه الضرب ده؟ لو سمحت ماشي بنتك. انت بتغيري شعري ليه؟ انت بتغيري بنتك يا ماما. خدي امسك بنتك. امسك يا ماما. انت عامله بنتك ولا ايه؟ شيماء اشرف مش شرف. والله اشرف مش شرف. امال مين دي؟ عيب لما تقولوا كده. انت يا ماما انت خدي بنتك كده اتفضلي. خدي يا ماما بنتك. ده مالي يا ماما؟ انت مين يا حبيبتي ده؟ اطلعي من على ياسمين دلوقتي. بقول لك ايه؟ اطلعي من على ياسمين دلوقتي. انا يلا يلا انزلوا يلا. اول مرة امسكي كده. امسكي كده. انزلي فين؟ انت عبيطة في دماغك ولا ايه؟ لا بص بص يا شوشو اقول لك على حاجه. شوشو مين يا عم انت؟ ساكت انت كمان اللي راكب معانا ولا على فكره؟ كنت لك اهو. انا مش فاهمه ايه اللي ايه ده؟ ايه ده؟ انت تعبتي يا ماما في ايه ولا ايه؟ يلا عندنا مشوار انا والولد بنختار عفش. يلا يلا كل سنه وانتم طيبين. قولهم انتم مش زعلانين مني في حاجه؟ مش زعلانين منها في اي